السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الأشغال الخارجية حول ملعب دويرة، حيث أنه راهي تعرف تحسن وتيرة جيدة، وهذه الأشغال الشركة التي تقوم بهذه الأشغال هي شركة باتي ميتال الجزائرية، واللي الأشغال هذه فيها حوالي فيها 12 كافيتيريا و يعني غرف للمعلقين وال يعني الصحفيين، وكذلك غرف للمدعوين وللشخصيات يعني المهمة لفي بي، وكذلك فيها كل ما يحتاجه ملعب في كرة القدم في على حسب المقاييس تاع الفيفا. اذا وفيه كذلك اشغال نتاع الغلاف الخارجي اللي يروح حول الملعب ككل، ثم في النهايه سوف يتغلف بغلاف زاجي، اذا يكون فيها غلاف زجاجي سوف يغلف الملعب هذا من خارج بنصف علو الملعب. إذن هذا هو المحتوى تاع الأشغال والمستوى تقدمها في الأيام هذه. والسلام عليكم.